السكك الحديد الصفاقسي محمد الحرزل. مرحبا بك خويا محمد من جديد. مرحبا وشكرا على الاستضافه. احنا قلنا الدور الربع نهائي اتحاد اليو اس تي والرالوي وكان النتيجه وقتها 1-1. رمضان كان سجل ضربه الجزاء والرفيعي في الدقيقه 68. فما اقصى لاعب تذكرش شكون خرج من اللاعب؟ ثم لاعب خرج. والله استنى نفكر شكون اللي خرج لكم. القني ها نعاود. عمر الماضي وقتها. القني من اليو اس تي وقتها. القني لا القني وقتها ما نعرفش اسميه. لا احنا فرصه باش نذكروا. اباهي اعطيني التشكيله اللي كورت الفينال من سكاك الحديد الصفاقسي. حراس المرمى شكون؟ حراس المرمى القروي. اي بعده. الاكسون في دروا الحبيب المصمودي. اكسون في غوش عبد الله محمد حرز الله. لديزاري سونترو يعني ثم الفندري ومعه علي جربي. الميليتارا الحفصي. وبوصفار ورمضان. النفزاوي ما كاوش. ايوه. النفزاوي معهم سكات الدمي. مع النرزاوي. ايوه. النرزاوي يلعب انفو لي فهمتي. وفي الاتاك ثم عمر الماضي وعزي شقرو. باهي هذا عمر الماضي كان احسن هداف في الاديسيون هذيك كان سجل 6 اهداف. وعمر وعزي شقرو معناتها ديزابونسون معناتها ديميتي شيء كبير. يعني عمر الماضي معناتها تصور في بالك بدون ما يدخل الجيمات تسمع كان في عدو قاعد. ايوه. لا. أيوة. معناتها اذا كان كلوب افريكان معناتها وصلت معناتها باش سجل لها اهداف في الفينال. يعني كانوا بستة. فهمتي كانوا دي جارديان بيت ديميتي. لكن ثم حاجه حبيت نقولها اللي كون احنا ديما الجيلان نعطيهم قيمتهم وما نطيحولهمش قيمتهم مش كيما شفت انا توا فهمت انا في البلاتوات قاعدين معناتها يزين على الجيلان نتاع ليكيب ناسيونال لكن على الناس الجيلان توهم سيلعبوا فهمت لا كي هما يكريتيكيهم كيما هكا اذا لا كريتيك سيلعبوا دي روانش يعني قبل ما انسان فهمت لا نكريتيكيه قبل ما انسان نقول له انت عملت حاجه مسومه حاجه باهيه نذكر الحوايج الباهيه نتاعه لان لاتاكون يلقى شكون الكوفرالي والميليتاري يلقى شكون الكوفرالي والديفونسور يلقى الجول الكوفرالي تاع الديفونسور يعمل غلطات الميلان يمنوه اما الجول في يغلط شكون في منه عشان تيقول لهم مورالهم. يا خويا حاج هذا يتفاعل الاخوه المستمعين من الصباح يعرفوا ديما كل يوم الثلاثاء نعلنوا على الضيف نتاعنا واكيد المستمعين الاوفياء يتفاعلوا مع النجوم نتاعنا. هذه تحيه جيك من صديقنا طاهر بن جوده يقول برافو سي ابراهيم لاعب كبير والرالوي كان نادي كبير وان شاء الله يعود للكبار. يقول بالنسبه لصديق الرياضيين الارشيف الرياضي الحيوسي طاهر عالجان كذلك من العاصمه الحيو صديقنا عامر اللومي ايضا من جرب نسلم على اصدقائنا جمال بوقديده حسين زريعه واخونا توفيق قوشه تو بعد نقرا لك السؤال يحييك وكذلك محمد المليتي والاستاذ مصطفى طنيش ايضا من جابس تحيه لصديق ظافر جبنون وخليفه شويه وصديقنا وصديق كل الرياضيين خميس دريدي من جاليتنا خارج بالتحديد موناكو. اسمعوا اش يقول خويا محمد يقول بون شوا سورتو فينون دان كلوب كي ا بوكو دوني او فوتبول تونيزيان لو سفاكس رالوي سبور ا دوني دي غران جوور ا ليكيب ناسيونال كوم رمضان التومي عمر الماضي عز الدين شقرون محمود الفندري رضا اللوز مصطفى ساسي نوري الحفصي لو غران لو غارديان الزياني اي دوتر تري بون جوور كوم حمد النفزاوي محمد حرزلة اي بون ايميسيون شير امي. هذه تحيه شكرا لك صديقنا خميس. تحيه ايضا من صديقنا من الساحل شهام الشاوش يقول بالتوفيق. الاستاذ سعيد بن ابراهيم من الجريد يقول حصة متميزة. صديقنا منير بن سليمان يقول بالتوفيق. وكي نقول لك الاسم هذا اش يذكرك؟ علي الكعبي محمد. الكعبي معناتها كان يلعب معناتها اير جوش. ايه ايه
هذاك علاش وعشتوا الاجواء مع بعضكم انتم في 71 75 79 لا ما بعضنا لا كنا ما بعضنا فهمت لا وحبيبات اي هذاك علاش كنا نترعنوا هذا نترعنوا على لي بوست كون يلعب في البوست اللي يلعب شكون يفك بلاصه بالضبط انا بسبي سبورتيف بسبي سبورتيف وهذاك علاش حاجه انا نحبوا بعضنا نقدروا بعضنا وما عندناش هكذا الحساسيات نتاع توا معناتها انا ما نحبكش انت ما تحبنيش ما فهمناش الشيء هذا اللي يصير مصاحبه يلعب وهذاك علاش حاجة هو يتفاعل معنا وبعث لك التحية ويقول بون ايميسيون برافو اي بون كونتينياسيون شاف عليك علو وفما حاجة نقول انا علي الكعب وقت تحت انا وهي في الكوب وقت وهي راني في الكوت في الاستوار ولا راني في الرنوي ايوه علم جونيور فهمت ايوه وقت لعبنا الفينال مع بعضنا وقت ربح لي يمكن بالعربيه الجزاء هذه تحيه اخرى تجيك ويتفاعل مع المجاهد ايضا هذا زلم الدفاع نجم نقولوا نقول لك محمد القصري من مرسى شي ذكرك الاسم هذا يتفاعل معنا يبعث تمنيته كان في فكشري سبور قبل تمنيته كان في فكشري سبور عاد نظرة وقت تحية وي ثم صديقنا رشاد الصغير يقول كومون ريكوتي ليميسيون ميرسي دافونس خويا تلقى الحصة مسجلة ونبعثوها لك خويا رشاد الصغير شكرا لك على التفاعل معنا هذا بالنسبة لصديقنا منير بن ربيحة أيضا ما نساوش صديق كل الرياضيين أيضا نحيوه على التفاعل وفي التحية نتاعو يقول بالتوفيق سي ابراهيم ان شاء الله سهرة ممتعة مع المدافع الصلب والمدرب القدير محمد حرز الله باش نحكيو على التدريب راهو ها ماش باش ننسيك ما تقولش هكا شوف المستمعين وما يذكرونا تحية تجيك كذلك من صديقنا الإعلامي إعلام الجنوب من الشرق الكل ميمون بن أحمد يقول اختيار موفق وبالتوفيق وإن أردتم التدخل لتقديم رأي في هذا اللاعب يقول مرحبا هو من جيل شقرون وماضي والصامت والجربي والنفزاوي وساسي والقائمة طويلة حضر روحك يا ميمون إن كان تسمع فينا على التليفون باش يكون قريب شوية بعد ذلك نسمعوك ونتحينا النجم سهرتنا الليلة يا سي محمد الموسم 68-69 الرانوي كاتريام يا اخويا شكون المدرب وقتها مدرب سي احمد بوراوي مش بلوك مش بلوك واحمد بوراوي مش فرانك لويسي هذا لا الكسي جباد مش الكسي جباد 68 عام 69 68 69 نتكلموا العام اللي هزينا فيه اللي هزينا فيه الشامبيونات لا كملنا الشامبيونات او كملنا الكوب باش ندخلنا في السيزون اللي بعده 68-69 ايوه متكلاسين كاتريام 69 مشي لوكسي مشي لوكسي بالضبط ورئيس الجمعيه وقتها شكون؟ مشي لوكسي سي زين سي مختار المهيري وسي محمد الكتاطا نمشيو للمسيره في كاس في تونس والاخر في صفاقس نعم في المسيره في الكاس في المسيره في الكاس عام 68-69 سي محمد الدور 16 والله والله نقرب لك الدور 16 لعبته مع توزر في صفاقس نعم نعم وربحته ب7-1 اي ستة تذكر كده ومنهم اربع اهداف المعلم الهداف شكون زعما سجل اربع اهداف عندي شكرون عندي شكرون تحيه لي يا خويا عز الدين ان شاء الله اكيد قناص قناص عز الدين قناص ربي يفرج عليه ان شاء الله ربي يشفيه ان شاء الله الدور ثم النهائي لعبته مع ستار تونسيان في تونس شفت المدام نتاعو ابروبو شفت المدام نتاعو اخيرا معناتها تكلمت معاه في مخص صحة عز الدين شكرون ايوه الصليب قال من الضرب اللي تضرب على راسه في الكورة صحيح الغالب هذيك هي عسى تكره شيئا وهو خير لك ربي يفرج عليه لعبت في الدور الثمانيائي سي محمد وخسرته مع ستار تونسيان 2-1 خسرنا مع ستار تونسيان 2-2 العرسه كانت البارتي فهمت قويه ياسر وعندهم حق باش يربحونا الحقيقه تربي الواحد ما ينكرش كانت ستار تونسيان قويه بالزاح بولاد الخيري فهمتي كريت وكريت
كريت وقتها محمد كريت كان ابراهيم محمد كريت كان احسن هداف في الكاس مركز 7 بوينت وبعده سعد هداف وما يخافش حتى ويرمي في روحه انسان يلعب ياخذ على المليون. وكان بعده عزيز شقرون كان سجل 5 اهداف وبعده مصطفى حموده من مكان المهديه كان سجل 4 اهداف. هذوما الموسم هذا الموسم 69 70 الرالوي من الكاتريام هبطت السيزيام شنو تراجع من بطل المركز الرابع للمركز السادس؟ هو احنا تاثرنا ياسر من الفينال الخساره نتاعو هزينا الشامبيون وبعد ولات كل جمعيه تحضر لنا وما عندناش فهمت لا دوبلور ساعات ملاعب تضرب ما تلقاش باش تعوضوا. والجمعيات اللي كانت تحضر لنا معناتها يقراوا ألف حساب بسلك الحديد الشخص. وكما قال الإنسان يعني الإنسان بعد ما مشى علينا ومدرينا جي كان سنقرون في الناس. يعني وجانا مدربين بدلونا السيستم دي جو. نلعبوا فهمت الضغط على الخصم في المناطق نتاعو ونلعبوا واحد وكذا جاء مدرب اللي يحب لاعب اخر بالليبيرو والسوبر. وبعد جاء ستيفانوفيتش حب قال لي فهمت نعمل اكسون في لي جوش قال لا مش نرجع كي لي جوش رجعني نلعب في الاساك انا وزي شكرون. وكل مدرب وتفكيره وكل مدرب وكيفاش يحب يدرب اللاعبين نتاعو. تغيير معناتها المدرب اثر على الاداء الفريق بتاعه. بالضبط. بالضبط. شنو يكون بين المذيع زمان 5 سنين. الموسم حاتم التربيسي مين خذا الريلاف علينا احنا؟ شو عليك سونتري دروا؟ يا سي محمد عندنا فقرة اس ام اس هذه فقرة ساعات هكا نشوفوا ضيفنا تجيه رسالة صوتية ترى اسمع معايا الرسالة هذه قلنا شكون صاحب الرسالة وشنو هو اللي يحكي فيها احنا ما عرفناهاش ربما نسمعوها مع بعضنا. السلام عليكم. السلام بابا العزيز الغالي ربي يخليك لينا ولا يقطعك علينا نحب نقول لك لينا نحبك برشا برشا ونموت عليك. Vous êtes le meilleur des pères. وربي يخليك ليا، إن شاء الله نكون حسن ظنك، أنت وأمي والعائلة الكل. صحيح كنت رافض أني نكون في دومين الكرة والسبور على الأول، مي وقت أنا اخترت، فو مافي تخو سوتوني، من صحة بالإنكوراجمون. صحيحك ديما في بالي، كيلك سوا دون لافي بروفيسيونيل ولا في الحياة. أنا بابا العزيز، وقت اللي يقولوا لي ود الحاج حرز الله، فخر كبير ليا، بالعرض نظيف. بالقلب الكبير الصافي بمحبة الناس اللي تعرف كلكم. صحيح أنا بعيد أمرك في بالي على طول وفي قلبي وفي روحي أغلى من روحي. عزيزي وتاج راسي ربي يخليك ليا وربي يخليك فوق روسنا وإحنا ما نكبروا كان بيك وبوجودك وكلامك ونصايحك وحبك. ربي اللي نحيك علينا أنت وأمي وإخواني وعائلتي الكل. أي الحاج شكون شكون هل أنا ولدي هذا ولدي عزيز تحية الأحمد هذا ولدي نورت عيني ربي إن شاء الله يحفظه إن شاء الله وفين موجود ربي عليه دنيا وآخرة الحمد لله الحمد لله يتوفى في الإمارات إن شاء الله ويعم بالفلاتور في جيك هذيك أموره ماشية بالإله بالبداء وما أرضيت الولدي هذا احمد نشكره تفاعل معنا هو بعث لنا الرساله هذيا وتحيه للحاج تحيه لك كبيره برشا وكذلك للوالده يسلم برشا على الوالده يسلم على العائله الكل واللي يعرفوا احمد شكرا لك نحيوه اسمع احمد ايش باش يقول لك حاج سلمنا على الحاجه واسمع ايش باش يقول لك صابر الرباعي في المقطع هذايا بالنسبة لصديقنا أحمد حرزلة ابن النجم سهرتنا الليلة محمد حرزلة المدافع السابق للسكاك الحديد الصفاقسي من الأجواء اللي كنا نحكي فيها برشا خويا محمد على الجيل الذهبي لسكاك الحديد الصفاقسي الجيل اللي كان عطاء من غير حدود هكا ولا جيل الهواية نسمع هذا المقطع مع بعضنا خويا محمد تقعد معنا نسمع المقطع بالشمل يا أبي يا
هذه تحية من صديقنا أحمد للوالد العزيز وكذلك الوالدة نحيوها تحية كبيرة برشا اللي كانت سهرت وتعبت باش كده. خويا محمد احنا عايشك خويا محمد احنا في موسم 70-71 سيكاك الحديد السياقسي في المركز الخامس بخمسين نقطة وبالنسبة للموسم هذه تذكرش شكون المدرب وقتها 70-71 يقول لي في احمد بوراوي وقبله خذا معه احمد النجار هكا في النجار ورجع في النجار زاد كذلك دربنا في بو الاولاد بو رفيق بو كان في الفيدراسيون زاد ولده الكبير رضا نمشي للكوب دو تونيزي خويا محمد دور 16 سي بي والريال بي في بنزرت ذكر الشطر حذايا سي بي والريال بي في بنزرت فكروا هذاك المباراة هذيك وقت انا هزوني معناتها باش نلعب غادي وقت انا عندي امتحان في المعهد الاعلى للرياضة ايوا خلي ساكس وما مشيتش ومشيت نلعب في المعزز. ونهارتها فهمت اللي كانت بارتي قوية ياسر في بين البحر والزبليش يعني حسب رأيي انا اثنين بواحد الموسم هذا نلقاو زاد من الاسماء اللي نعتزوا بها بالنسبه للرلوي المدرسه اللي خرجت عديد وعديد النجوم شوف نلقاو احسن لاعب احمد الزيتوني مدافع الكلوب وبعده نلقاو رمضان التوني الدوزيام معناتها ب 40 نقطه هذا بالنسبه تحيه لكل من تقمص الاصفر والاسود سي محمد 71-72 سي محمد البطولة الرلوين قوى 5 هجوم 21 بونتو الدفاع 22 بونتو وفي الحاجة اللي جبدت انتباهي غياب عز الدين شقرون على الهدافين شنو ما ردوا هو وقت عز الدين شقرون تضرب في الساقو الموسم هذاك ايوه تضرب في الساقو فهمت لله ويظهر لي معناتها وقتها ما عمل اوبيراسيون هذاك علاش خاطر لوجت بصراحه ما كانش عايزين نقص المردود نتاعهم اللي عملوا اوبيراسيون في الساق هذاك علاش السؤال قعد كل صراحه بتفهم فيه ولا خلى بلاصتو احنا كي مستهدفين نلعبوا مع مليح صغار مع بعض عايزين شكرون فهمت لله يعني يزيدك اي سيدي مش نقول لك حاجه عايزين شكرون شويه هذا المره خلى زي مير بيتر في شفاكسون لي سبور انا نلعب ديفونسور باللي بيلانتي دي زيرو انا ماركيت تسع بيلاتيات في سيزون. اي كيفاش؟ كل صباح يقول لي حاجه كل شو يقول لي حاجه نروح كل بيلاتي اليوم. نقوموا نضحكوا كل. على خاطر هو يعرف كيفاش هي نقوموا كلنا نضحكوا. ولا قال لي لما نولي خاطر انا وياه نخاطروا. قال لي كيفاش؟ قال لي لما نجيبوش نجيب لك بيلاتي انا نخاطر المال كلها. يعني كان ان جران جوار. سي محمد يقولوا لي المعلومات زاد المستمعين يعرفوا برشا يقولوا لي يعني كان سبيسياليست في ضربات الجزاء شنو هو السر بتاع ضربات الجزاء كيفاش حكايه هذه هو الانسان تكون عنده فرق دبال باهيه ويلعب طول البوست انا مين تخليني نلعب خليني لي جوش نقول لك جوش في لاند خليني كسونتري جوش نقول لك لاند خليني لي بيرو خليني ديمي راني لعبت في الثورة سبب بوستوات ثم انا كنت نحدق الكورة بالاكسترا لي بي اكثر لي بي لانتي شفت بالاكسترا هذاك علاش يعني اللي توا يستغرب الناس على الاقل جول في جهة وكورة في جهة هذاك علاش يعني مش نشوتها في جهة هذيك واحد وتمشي وسيرتو معناتها تعلمنا على قاعدة هذاك علاش يسال كل مريض ما نسالش يلعب بك البي بي محمد او معك تليفون قلت راه الو تعرفوا شكون احنا بدنا باش نكتشفوه معك تفضل الو الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام اخويا انت عفوا سي محمد شو صحتك؟ اين والله شيء هذا ابو بكر هذا المعلم هذا عايش هذا المعلم ابو بكر هذا دربته انا وولدي وموسى انت مش دربت انت علمتني قيام بالكوره سي محمد
في قاعده كنت ومش كان انا برشا عباد برشا معبيه عملوا كارير عملوا مستقبل من سي محمد حرز الله. الله يفتح عليك. سي مبكر سعد مرحبا بك على مجلس افام نقدمك للساده المستمعين خلي يعرفوا شكون خويا ابو بكر الساعه هذه اول مره تكون اول فرصه ان شاء الله تكون معنا المواعيد قادمه كذلك شكون ابو بكر الزدام اللي يحكي على سي محمد الليله نجم سهرتنا محمد حرز الله. ابو بكر الزدام انا لاعبي في الرولي من دخلت الرولي عام 72 ما شاء الله دربت عند اجيال حتى لين حتى ال 90 70 90 سي محمد حرز الله من العباد اللي قرات لي باش وصلت على الكره في ليكيب سينيور في الرولي كنت العب في ليجان الي دروا سي محمد رجعني الي دروا في الكادي ومشيت في عاد ومشيت لكيب ناسيونال كادي وجونيور ولعبت في جونيور في كاس العالم الوسط ولعبت في ليكيب سينيور هو معناتها اللي خلاني على الحفنيه كيما نقولوا وعنده فضل كبير علي في حياتي وفي مستقبلي وفي في كل شيء ومش كان انا برشا ملاعبيه امثال نجم كان نجم نقول لك سامي طرابلسي في محمد عيادي سامي الجزيري برشا ملاعبيه في محمد فضل كبير علينا وشد صاحب بدو ودور بس يعيش برشا برشا معناتها كان انترنور كان الخو كان البو كان كل شيء كل شيء يعيشك هاو احنا انا سي محمد حرز الله لما وصلت ليلة الماتش انا كذا بيتي في دارو بيت في دارو سي محمد دارو بيت ليلة الماتش في دارو الحمد لله الحمد لله احنا الحمد لله شدوا بصحة بدني وضو بصر وهكا تاج راسنا تاج مش عارف عايش سي محمد هذه شهادة نجم نقولوا نعتز بها احنا قبل ما تعتز بها انت باعتبار البصمة اللي خليتها في كل هذه عبارة ولدك كيما احمد ما شاء الله الابناء كل تخرجوا كل نحبه تخرجوا على ايدي الو تفضل الو اه معي سي محمد عيادي كما قلت لك هذا ايه هات اخويا خلينا نحضروا بيه اهلا سي محمد مرحبا بك سي محمد الله يعيشك الله يعيشك يا اخويا يعيشك شنو احوالك ساعه الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله يا اخويا وينكم جماعه الرياضي سي محمد العيادي اسمه رب علينا برشا وفي جرة سي محمد عاد اكتشفناك الليله ها يا اخويا هذاك في مقام الوالد نتاعي الحمد لله ربي يستر يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه شنو احوالك انت انا استوبيه يا اخويا وربي يفضله ان شاء الله يا اخويا ان شاء الله تكون السهره مع سهره من السهرات تكون معنا نجم سهرتنا يا اخويا محمد احنا شرفنا باش نكونوا معك على الجو ان شاء الله يا شاء الله ان شاء الله يعيشك ان شاء الله يا اخويا ان شاء الله مرحبا يا اخويا يعيشك يعطيك الصحه يا سي محمد ويعطيك الصحه سي ابو بكر واحنا سعداء على باش نسمعوا ابناء الرالفي في لحظه اعتراف لبوهم وصديقهم ومدربهم واخوهم الكبير الحاج محمد حرز الله يعيشك ربي يشد بصحه بدنا ان شاء الله اخويا ونستو به يا اخويا سلمنا عليه برشا يعيشك يعطيك الصحة. إذا كان شكرا لك سي محمد وشكرا لأخونا أبو بكر اللي كان معنا همزة الوصل. إذا كان عندنا تليفون آخر نجمو ناخذوه ترى أقول ألو سي محمد. ألو عشان محمد حرز الله اللي معروف برشا بقلة الحاج الحاج محمد حرز الله أحسن ما أنجبت الرالي في السبعينات وفي الستينات وشويه في الثمانينات بدافع صلب دربني في نادي لاعب شاخص كنت لمدة نقرة في المعهد الاعلى للتربيه البدنيه والرياضيه في شاخص محمد حرز الله كانت عنده صولات وجولات وانيق برشا ولكن الجبري نتاعو طويل وخشين هكا وكان حتى الشعر نتاعو دينا اللي تنسمو بالباهي حتى باش يضرب الكره منيح بالراس حتى كان قلب دفاع وكتبت في الفيسبوك قلت انجيل شقرون وماضي الله يرحمه وكذلك النبداوي ومبروك الصامت ومهدي المشري والحرسي ومشاتاتي والزيالي ومحمد حازم قبل ما نحكي عليه شويه بون ما خلاش حظه اعلاميا في تلك الفتره وعلى ذكر الاعلام
خبر مصطفى الغالب اخوي ابراهيم وفاه المعلق المعروف في اذاعه المسير اليوم العشيه توفيق الخميري ترحموا عليه والله اكبر وربي يصبر عائلته والعائله الرياضيه الموسعه في اذاعه المسير وطبعا حتى كان يخدم بلطه الاتحاد الرياضي وربي يصبر عائلته ونرجع لمحمد حرز الله المفيد كان معناه ملاعبي بالقدا بالقدا معناه كي نقول ملاعبي متكامل كوارشي يلعب على خاطر الوصل ونقحل على خاطر السكه كما يقولوا جماعه الشيمينو الهادي محمد حرز الله قد ما نحكي عليه دينا شويه اما انا عرفته وقت كان يدرب صحيح في الرالي خاصه في الوجان ورانا في السيار وكانت تسمع في محمد العيادي جناح النيمن والكل نتاع هو وحافظ السوداني واخوه حبيب السوداني وزاد هو يمشي كمان في الجمعه الجناح الايسر النفاذ نتاع السيك العديد الشافي والماتش الكبير نتاع في ملعب الطيب ميري كانت الرؤيه خاطر ضد الكوع بعد 2-1 وربحوا وقتها 4-2 تتذكر محمد حرز الله ما تذكرش تفكر يا حاج كل شكون اللي كان فيك الساعه توا على الاقل باش يذكر الصوت هو هذا يا رجل هذا صديقنا ميمون التونسي ميمون يا بوي ميمون نسيت يا زين النجمي ايوا صحيح الزين النجمي ما كانش ملاعب يعمل له مركز وما ينقصلوش من المستوى نتاعو يعني راجل معناتها وقت يعمل مركز يدير فريق الملاعب يعني ياخذوا 100% هذا زميلنا سيدنا معك او معك سيدنا ولا يا حاج مرحبا بك حوالك يا حاج ملاعبين بلد هذا يعني هما اللي كانوا سبب في صعود الرالي الى القسم الوطني. صحيح. صوت لذلك محمد العيادي عملتها رهنت عليه باش هو يلعب. وصلوا معناتها بس سالت ماما وقت الرالي في ليكيب سينيور قال لي لا في ملاعب بيته. وعملوا لي فجاه. فيها ولا وفرطوا ومحمد العيادي فهمت الله هو كان 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 السبب باش الحمد لله ربي من فضل الله باش طلع في حديد الشخص على حسين محمد نفس. قلت له احنا نديه للجامعه الحمد لله هو اللي شكرا لك اخويا ميمون يعطيك الصحه على المداخله احنا سعداء باش نسمع صوتك مره اخرى في مكالمه اخرى سي محمد حرز الله ترى يقول الو تعرفش السيده اللي معنا هذه ترى الو سي محمد شنو احوالك الو السلام ورحمه الله الحمد لله الله يحفظك ان شاء الله انا ترنيت عندك في الليجان تفهم فيها ولد زميلك في فريق 17 منوسين الفريق العظيم فريق امجاد نادي الاتحاد الشرقي يا حصر انا قربت لك ولد زميلك يا حصر زميلك توفى الله يرحمه توفى عام 92 الله هاي طرح تعرفت الله يرحمه ان شاء الله الله يرحمه القروي القروي عليه ما شنو عملك وينك يا علي لما ثانيك نسعوك يا محمد قال الله يرحمه الولد الله يرحمه ويلامه جران كارت جران كارت يا عليك الله يكون ثبوت بارك الله فيك بارك الله فيك سي ابراهيم خلينا نسمع سي محمد حرز الله الحج اللي يعتبر معناتها هرم كبير من هرمات نادي الاتحاد الشرقي سواء كلاعب سواء كمدرب سواء كاب انا نعتبره اب بعد الوالد بتاعي هو وسي الدين نجمي وسي الشركه هذا الاقطاب بتاع كره القدم اقطاب كبار ياسر وبعد موما الرلوي يكتشف فيها معناتها وين موجوده تو بعد الناس هذوما شكرا لك سي علاء احنا كنا نحكي على مسيره الوالد الله يرحمه وخلى مسيره ناجحه وطيبه برشا وثريه وكان وحكينا على الموسم نتاع المجد نتاع سي كاك الحديث فاقسي اللي بدا فيه النجم النجوم خلينا نقولوا في هذه السهره شكرا لك خويا علاء وان شاء الله تكون انا
احنا كارلوسية ذاك الموسم نعتبره موسم السونية. وتو يحكي لك سي محمد اللي رانوي عملتها راهو تسميه وحرموها من السونية نورمال مو صحيح معناتها هلا غالب هذيك الكورة. اما راهو الفريق نتاعنا نورمال مو حق وعنده سونية واول سونية في بالنسبة لتونس لكن الله غالب هكا هو هيك هي الكورة تقعد ديما ذكريات الحلوة. شكرا لك سي علاء واحنا سعداء باش نسمع صوتك يا خويا الغالي ومن خلالك انت نترحم على الوالد تاع رحمة كبيرة برشا 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 يعيش شكرا لك خويا علاء شكرا نعم يا سي محمد من التليفونات انت الارقام ما ضيعتناش حتى ارقام وزلت النتيجة متقدمة ديما واحد بلاش سي محمد متقدم علينا واحد بلاش نحاولوا نلوجوا ثماشي بعض الارقام الشركة في المنتخب الشرطة المنتخب العسكري يا سي محمد نعم نعم ذكرناش بعض الاسماء المباريات لعبتوها في التشكيلة هذه بعض الاسماء ترى والله مشينا وقتها مجموعة مشينا من الاكيب ناسيونال دو بوليس ومثلناهم معناتها في الجزائر ومثلناهم في المغرب ولعبنا زاد كذلك في تونس يعني برشا لاعبين برشا منهم بوصرصار منهم عز الدين شخرون فهمتي كانوا معنا فهمتي فريق الشرطة ثم التشكيلة هذه كي نقول لك عبد الله المغيري فريد العروسي يوسف الزواوي شدان شقرون محمد الزواوي محمد حرزل لحبيب طرابلسي الواقع نتاع الاسبيرونس العبيدي توفيق العبيدي اسماء من المجموعه من اللي هي اسماء ترعى بس محمد هذا في موسم ال 72 73 الرالوين نلقاوها متكلاسيا 72 متكلاسيا السيتيام ب 51 نقطة عملت 8 انتصارات و9 تعادل و9 هزائم نحكي له شوية على الموسم هذاك أحسن لاعب عزين شقرون كان عنده الحذاء الذهبي هكا ولا؟ نعم هو عنده الحذاء الذهبي تحصلوا عليه جوج من سكي حديد الشخصي أيوة. يعني تحصل عليه محمد العيادي اللي كلمك متلك تحصل عليه ايوه ويزيد على فهمت الله وقتها عزين شقرون كان الحفل تقيم في فرنسا وقتها في شارما في باريس وكان حضرته مشوهة كبيرة برشا كيما أوزيبيو من البرازيل يا سي محمد قربنا توا لكأس تونس لعبت وقتها الرلوي واستاد نابليان في الدور 16 وربحت 3-1 نعطيني الدور الثمن النهائي نجم كل دربي صفاقس هذا تذكروا سياسس ورلوي احنا وسياسس اي سي اس وقت ربحت السي اس اس 2-0 اي وقت انا ركبت بلنتي الوحيد اسمع تو مشيت هنا لان احنا واحد صفر وجانا البلنتي ايوه ايوه عندي جيل مصور من التالي قال وراه مش كانك على اليمين شفت الحكم سيد الحكم قلت له هذا المصور بعده ما اي قلت ما نبدلهاش تفهم فيها ولا وخرج من النادي الصفاقسي قال نسد الكلمة غادي وحكى لي شحال لك شوية الكول توا النحية هذه بصرف سماع وقتها وقتها اللي ضيع لي الكونسونتراسيون تاعي هو المصور ذكريات احلى برشا 73 73 74 البطولة نلقاو الرالوي ديزيام 49 بوان 5 انتصارات 13 تعادل 8 هزائم ونلقاو أول مرة نشوف الرالوي سي محمد أضعف خط هجوم تمركز 13 بونتو أول مرة الرالوي ما عندهاش هدفين في الموسم هذاك قلت لك احنا وقتها عاوزين تقولوا نقص المردود نتاعو من الراجل تضرب ياسر 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 كذا ضرب عاوزين خلوها توا في هو كي قبل ولا مريض شويه براسه فيه ولا ممكن برشا ناس لكن احنا كنا نحبوا جماعتنا انا واحد من الناس كانوا عايش بالكسيون بالتيار في ليبول دروا يعني الكتف نتاعي دي مونتابل عزيز شقرون معناتها وكي تشوف راسه معناتها اثر عليه تفهم فيه ولا وغيرنا تشوف معناتها كلنا نعطيو دمنا للكره لكن كي نشوف انا هيك
سان في مالوكا ربي يشفيه ربي يشفيه وما يستشاروش معنا ربما حال يجيبوا الوليدات هذوما اللي يتمنوا في بعض ويقلبوهم السكسي حد السكسي وينصحوهم واحنا صالبين حد شيء صالبين معناتها باش ننصحوهم كيفاش يخدموا كيفاش يحملوا رواحهم كيفاش معناتها يفهموا ملي يكون المعبد يلعب على المليون فهمت والله غالب معناتها انا وصلوا باسم الله بالمرات قالوا محمد شحال زول الله يسكن في المنسي مش لازم يطول ولا يسكن في المنسي معناتها نفكر عليها كومبليتمون باش ما يجيش راكي مسيح ان شاء الله توا يعرفوا اللي كونا ما تولي راجل كان بالجانب اكيد 74 75 موسم الرلوي نقاوها ثم المتكلاسي ويتيام لكن ثم ماتش لعبتوه برشا مع الوطن السوسي ربحتوا 5-2 سي محمد تذكروش؟ وقت الوطن السوسي معناتها فريق من فريق هايل مش واحد 5-2 شوف الاهداف كيفاش شقرون 85-89 دقيقة اللجمي والجربي زوز اهداف معناتها الاهداف موجود تذكرش الماتش هذايا قلت الماتش هذايا الموسم هذايا شكون يدرب فيكم 74-75 74-75 لكن انا نفكر بالقدا 74-75 يمكن نسي أحمد بوراوي كان 73-74 أحمد بوراوي و 74-75 المختار تليلي والله أنت ما تجيبك على مختار ولا قلبي معناتها واحد هذا مختار هو ستان بونو ترنر ما نقول حتى لكن ما نفكش لغيري عملت لي اللي كان هو يراني في السي اس اس لا محاله من اللول فهمت لا كان يعمل لي امز لابليكاسيون كل نهار خمس بارك الله فيه. لكن الكل ما صار وكل ما عملت فهمت لله هو كان من تحتي انا وفي سمعته وانا في كتاب قال هو صلى على الرلي كيف صلى على الرلي؟ طلع شو الرلي؟ انا نحترمه لكن ما كانوش في فقه نتاع الناس. هو عندنا يعملنا كل نهار خميس يعمل لي ماتش اميكال والماتش اميكال هذايا فهمت لا انا باش نعرف التكتيك اللي باش نخليه باش نربح به الماتش نتاعي اليوم يوم الاحد. مرة انا قاعد في الـ في الـ في, الـ في الدار وجاني تليفون من عند البريزيدون مشيت لقيت شي مختار كيدي بحذاه قال لي راه مختار كيدي شوف فيك اللي انت تلعب في الحيادي تلعب في هيك وتلعب في هيك قلت له يكونوا ملاعبين حاضرين والملاعبين الكبار مع كامل احترامي الاسمين فيهم حتى اللي كان في ليكيب ناسيونال قلت له ماهوش حاضرين قال لي ما تحمم لهم فوق تحملوا ملاعبين عندهم ما فيش اكسبيريونس قلت له صحيح لكن كي ملاعبي مش حاضر انا لاعبي ملاعبي حاضر ما لعبش ملاعبي مش حاضر شدي قالوا داكور احنا فهمت لله قلنا لك باش تلعب كان ملاعبين الكبار داكور نهار الماتش باش نلعبوا تحمم لهم في الشاكس بعد ما سكرت الباب على المسؤولين وعلى الجماعه الكل العيادي قلت له برا يمشي يسخن دوزيام كان العيادي يسخن دوزيام جاني قال لي سي محمد يسخن 12 قلت له في بالي ابري ان كاردور عملت شونجمون دخلت العيادي وخرجت السيد اللي معناتها فرضوا عليا عارف معناتها هي ما عمل حتى مدرب لان بعد نولي مسؤول على كل حاجه تصير في الديانه وبالظهر ورب سبحانه وتعالى العيادي هو اللي سجل الهدف اللي تحمم له كان سبب في كرة الرلمية الى الانترناشونال الحمد لله يا سي وما يعملهاش واحد اخر ما يعملهاش واحد اخر كذا لا لا ساعات الانسان يتدخل في ما لا يعني مش به رغم اللي انا نقدره ونعزه وما يضيفش حاجات يفكهم الانسان يقول انا عملت عمل شيء وراني في النادي الشخصي وانا راني في النادي الشخصي سي محمد هذه ذكريات اخونا توفيق بوش يقول جارك تحيه ويقول لي يقول لي اسالوا مازالش يتذكر المقابله الشهيره اللي دارت في نطاق الكاس بين جمعيه جربه وسكك حديد الصفاقسي في 74 75 نفكر فيها هذيك نفكرها بالكدا هذيك وهذيك فهمت الله اللي فيها الكبير وصبحنا معناتها حتى العلوس ما ذبحناش واحد التوقيت الرسمي واحد واحد في انا وقت هذا اللي فينا وقت هذا اللي فينا مختار تيلي قلت له اعطيني شوت كان البيلانتي الاول قال لي لا يا حزر توني سبيشاليست قال لي انت الخامس
أيوة. ترنتي معناتها في التالي تقلب المواجد. أيوة. ما خلطتش نشوف الترنتي. اثنين بواحد ضربات جزاء وقت ربحوا لنا وقت ربحوا لنا فهمت أنا اللي جاب كل سوا ما كان بديت أنا لا ويمكن هزني بشوية مولع خلال شوية سبيشاليست هو بهلو بس يخليني أنا ندرني. أيوة. عدينا هاي الأسماء وصدقني الفريق متاعنا عند المسؤول. يلا غدوة الحيمة وهي الكبير ده غدوة هي الكبير ما انتلقاوش مش عطينا بريم لحنا رجعي لكن شوف الذكريات تجمع يتذكروا برشا الواحد الحي صديقتنا إيمان اللجمي تقول إلاس رالوي أو ديفيزيون دو صديق عامتها ترشحت جمعية جربة ولعبت مع ستاتينيزيا في الويتيام وخسرت 3-8 هذه للذكرى فقط ثم ماتش لعبت فيه مع المنتخب الوطني وتونس وبلغاريا باي جوكروا نذكرك الماتش هذا نجي وقت نجي وقت هيراني لسعد جارديان تاع السيوتي ومعها غازي عوضوا رضا لوز الملكي وعوضوا الكعبي في 45 دقيقة القاسمي وشكون عوض زعما في الله نهار هذاك شكون عوض القاسمي والله في بالي بتاع ستاتيليجيان شو اسمه كان يلعب السنترال ستاتيليجيان الجندوبي يلعب هو نهارتها رونترا جندوبي اما القاسمي تعرف لا الجندوبي يلعب رونترا والقاسمي في دقيقة تعرض في دقيقة 26 تعرض الإصابة يخرج خالد القاسمي ويعوض نجم سهرتنا الليلة محمد حبزة اللي انت عوضت سي محمد معك غميز اوي فاروق غميز هذا غميز ما الكو نقولها بكل صراحة يعني الكو متخلق جوال في المجلس ترى كيف وشتوش وربي يجيب لنا ثلاثة ولا أربعة كيف ومن ثلاثة توقف في المو حسنبي إن شاء الله فاروق معاكم تاع سيوتي بكا والحسني وعوضوا في بلاسة محدين الزبير ومعها رؤوف بن عزيزة رؤوف والله حاولنا باش نتحصل عليه برشا مرات البوندو كان مركز زبير تماما من رؤوف بن عزيزة ثم الطرفة محمد في الماتش هذا تقطع عليكم الضوء وقت تقص مرتين تذكروا الطرح ولا ربع ساعة قعدت تستنى ومرة ثلاثة دقائق ورجع برد بردنا لا أنسى تقبل بردنا الكل يلقى بعد خدينا بريد أنا ما عرفناش لا ندخل ولا نقعد وإحنا بالعرق متاعنا والطرفة الأخرى وأنه الحكم رئيسي سنترال موجود والحكم متاع الجوج موجود والجوج الثاني ما كانش موجود جاب واحد من الحاضرين معنا شاب الحاضرين القانون يقول هكاك يعني إذا كان يجيش معناتها الجيل الثوش تجب تبرجب واحد آخر معناتها لوكات لما تابع الفيدراسيون أكيد سيد أحمد 76-77 إيش يمثلك الموسم هذا؟ والله عام 76-77 حتى أشوف الواحد بتاعي ما هو غير حتى نسجل النقاط نمشي الريفرتوار يا خويا نقاش 76-77 نلعب عام 76-77 هو انا بطلت عام 78 صحيت من ليكيب ناسيونال وقت صحيت من ليكيب ناسيونال فهمت لا وانا وقتها خطيت معناتها جيت تروازيام كانوا يعطونا فهمت لا دي نوت كل ماتش وخذيت مشيت البلاد كاين خذيت ليكيب مو هذيا وهزيتها فهمت لا معايا وخليتها في الدار وجيت الوالدة نتاعي الله يرحمها قلت لها انا بطلت الكورة تو مش نمشي مهنة التدريب مشيت ودخلت نلقى الوالدة تبكي الله يرحمها الله يرحمها انا تلقتني متأسف معناتها فانا الطموح نتاعي هو نمشي للمنتخب بعثها تكرهوا شيئا من خير لكم سي محمد لكن ما خرجتش من الباب الصغير بالعكس انت مشيت للتدريب وباختصار سي محمد اعطينا مشوارك باختصار اللي عديت به في التدريب اول فريق دربته شكون كمدرب والله انا مش نحكي لك فهمت لله يعني دوب ما بديت ندرب معناتها ندرب بدل العيد الصعود اللي هو قسم السلفي
دربت لقيت الدير اللي هي 81-82 صعودي للقسم السلفي هذه الوطن اللي بقى يعني 83-84 أصلاً فيك الحديث السلفي الحصول على البطولة والكاس فهمت أمال سكك الحديد السلفي الحصول على الثنائي على البطولة والكاس تونس زي الكل كانوا موثق ثم بعض الناس يقول لك ربما عندي أنا زي تبع فيك وصعود سكك وصعود سكك الحديد السلفي إلى القسم الأول إلى القسم الأول عام 88-89 والوصول إلى الدور النصف النهائي لكاس تونس هذه فهمت الله عندها واحد ثم والله حتى كي خرجت خارج مدرب في طرابلس صافي بالله عام 89-90 دربت نادي افريقيا الهندسه ومشيت به فهمت الله للجزائر المدام نتاعي ما زالت بعدايا تعرف معناتها خليتها في طرابلس ومشيت معناتها ودخلنا في تورنوا مبني البجايه وبسكلا ومولديك الجزائر وتحصلت على الغادي الكوب وربحنا فهمت الله ورجعنا بالكوب هذا في هذا بالنسبه وبعد نسيت رنيت النادي الاخضر بالبيضاء عام 90-91 خدمت انا كمدرب وزوبا كونترولر الجزائري كان مدير فني نتاعي انا الحمد لله بعد ما جيت من 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 من, من طرابلس شعرت اللي كونه فهمت الله يعني التدريب ولا مستقبل ثم معناتها الامور ولات يعني بكت على راح بقات نتبع في الرجل ديما نسمع بها شحال مش ما عملتش في السعود زاد الرلوي للناسيونال على يديك كانت هذه زاد معلومه تقولوها سبع مباريات لعبت مباراه سبع مباريات وكنت عوضت مراد حمزه في المشوار هذا نعم مراد حمزه كصديقي ولعبت معه في ليكيب ناسيونال عوضت مراد حمزه ومراد حمزه مالتها حتى كيف عوضته مالتها ما وصلتش معناتها حتى يعني تبعت طريقه اللعب اللي كان يلعب بها لان احنا كلنا خارجين من عندهم دور النجي يعني لقيت الامور سهله بالنسبه للتدريب بتاعي ومن منبر هذا لوزاره التحرير ان شاء الله كل اخوه يسمعوا فينا نحن السعداء سي محمد في نهايه السهره الحلوه برشا اللي جاتك فيها تفاعل مع مختلف الساده المستمعين من كل بلاصه نخلي لك لو كان نطلب منك باش توجه رساله باش كنت توجهها سي محمد والله الاكثريه نوجه رساله هي للمسؤولين في البلاتوات يا اخي راهو كيف نحن نتاعنا هي وجه البلاد نحاولوا فهمت الله باش نسجلوا المعنويات ما نطيحوش قيمة اللاعبين والله لأن سام في ملوكا كي دخلوا في الجيران نتاع تونس ربي باش ما تنفعوا غدوة الحي وحتى الجول اللي حبوا يجيبوه ولا المشاوي اللي خايف منه من النقد نتاعها النقد لازم يكون بناء ولا ما يكونش وشكون اللي قاعدين ينقدوا قاعدين المدربين اللي شادين فهمت الله أحسن فرق تونس ما هو مش معقول إنسان ينقد وغير معناتها ما يعرف شنو اللي مشي في بعد. طبيعي الجيران الزوز معناتها قلنا هم مش باهيين وما يصرف حتى شيء وكذا وبعد علاش البديك؟ النقد البناء سحب تقول بالضبط سي محمد. أنا هو النقد البناء يا ولدي وثم حاجه اخرى بالنسبه للمدرب اذا كان انسان يخمم باش يجيب مدرب تو ما يعرفش شنو التونس. اخي دخلها برا. ما يعرفش شكون يلعب وشكون يلعب شكون باش يولي يحكم باش يولي الاجواء نتاعو. فاذا نخلي المدرب ونصلح له اخطاء نصلح له الاخطاء نتاعو ولكن انت عملت هكا عملت هكا عملت هكا ويزيد يستفاد منك واحد انا واحد من الناس انا اللوم على المدرب نتاع الفريق الكوبي في حاجه واحده هو كونه فهمت اللاعب الصغير لا ريكيبيراسيون نتاعو راهي تجي فيسع فيسع واللاعب الكبير ريكيبيراسيون نتاعو تجي بعد مده فلذا انا في الوليد اللي جبناه معناتها حلبال ما كنتش خرج. قالوا كمل البارتي واللي يخرج هو اللاعب الكبير لا داعي لذكر اسمائه. الكبير ما يلزمش يعمل لك كل ثلاث ايام ماتش. ما
الى مسير يلعب لك اليوم ماتش بعد الهارين تلقاه رجع للحاله الطبيعيه نتاعو. أه سي محمد حتى شنت يعني طبيا. سي محمد التفاعل مع الساده المستمعين او صديقنا محجوب من العاصمه نحيوه برشا، يقول ربي يشد له في صحته ويقول لي وانت ربي يبارك لك. شكرا لك خويا محجوب. كذلك صديقنا ديكس باسكتور ناسيونال والانترناسيونال كذلك بشير بن احمد قرماسي يوجه لك تحيه يقول سوبر. ايضا التحايا من عديد الاخوه احمد الفريدي وحافظ البقلاوه وصديقنا كذلك الصحفي عادل الاحمر حمادي بن سعيد وصلاح الدين اللومي، هذوما يوجهوا لك التحيه ونحن كذلك نشكرهم على تفاعلهم. سي محمد وصلنا للختام السهره ذي ان شاء الله يكونوا خفاف على الساده المستمعين، خلي لك الكلمه الاخيره. خويا بارك الله فيكم على الاستضافه، والله إذا كنت تتصور الحمد لله اللي كوني في سجل العار وانت تستدعيني لان انا واحد من الناس شكك الحديد الشخصي اللي عديت فيها احسن ايام حياتي. معناتها وصلوا باش قالوا هذا ماهوش الشخص راهو اللي يسكن في المستشفى. يعني ربي يهدي الناس وانت بارك الله فيك وجزاكم الله كل خير. ومازال في تونس رجال ومازال الناس اللي تحب تونس وتحب اللي خدموا تونس وبارك الله فيكم. شكرا لك سي محمد، وإحنا كذلك انجازاتك وهكا تشوف اخلاقك وامكانياتك وفنياتك هي اللي خلات صداء كبير برشا من تونس كل الجهات كلهم يحيوك، واحنا كذلك سعداء وانا كنت معنا نجم سهرتنا الليله ان شاء الله تكون لنا. نحيو كذلك العائله المصغره اللي يسمعوا فينا كلنا، نشكر صديقنا احمد كذلك اللي متواجد في الامارات وربي يعينه ونشكره على التدخل معنا، كذلك نشكر كل اللي دخلوا معنا في الهاتف وكذلك نعرف برشا يحبوا يتدخلوا لكن الوقت ما يسمحناش. شكرا لك سي احمد وان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب والصحه وطول العمر للعائله كل. شكرا لكم هدايا، شكرا اميمه، شكرا لكل الساده المستمعين، نتلاقاو ان شاء الله في موعد رياضي لاحق النجم.